السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير خوتي وخواتاتي في أمان الله وحفظه. اليوم عندي تمرين الرجول وحاولت أنني نفتح وجبة قبل التمرين لأن تمرين الرجول كيحتاج واحد الطاقة زيادة. أنا تقريبا دابا أسبوعين ما فتحتش تقريبا، يعني 15 يوم أو 14 يوم ما فتحتش، وقررت أنني نشارك معكم هذه الوجبة. هذه الوجبة اللي غادي نفتح أشنو هي؟ ندوز المقادير. بالنسبة للمقادير أخوتي، كيف ما كتشوفوا هنا عندي الحوت اللي هو الكروفيت والكالامار، وعندي بصلة مشلضة أنا جهزتها من قبل، وعندي الفلفلة ملونة، وعندي شامبينيو، وعندي مطيشة، زيت العود كيف ما كتعرفوا بغيناش نديرو الإشهار، والزعتر، والفرماج، موتزاريلا. بلا شك عرفتوا شنو هي هذه الوجبه. انا كنشري بيتزا جاهزه بحال هكا وكنعدلها. خليكم معايا راه غادي تشوفوا كلشي ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذه مطيشه راه طبيعيه بدون مواد حافظه بدون لا حتى شي حاجه. كنشد مطيشه كنطحنها في مولينكس وكندا. كنضيفوا زيت الزيتون على المقله على نار هاديه. كنضيفوا البصلة شحرة مع زيت الزيتون. نعمل التوابل، الملحة، شوية الزهر، شوية ثوم بودر، كنخلطوا البصلة مع التوابل عشان يندمجوا مع بعضياتهم. كنزيدوا شوية في النار ونضيفوا السمك. كما كتعرفوا اخوتي بان الكروفيت غني بالكوليسترول النافع، مضر، كوليسترول النافع. انتم عارفين بان الحوت كيطلق الماء ديالو، كنخليو هادشي يتشرب شويه باش يحرق هادشي مزيان. نحاول ندوزو للفران باش نشعل الفران ان شاء الله. من بعد ما شعلنا الفران اخوتي كتشوفوا هادشي جهزناه، حطينا لاطار ديال البيتزا اللي هي جاهزه. كنضيف عليها صوص ديال الطوماط وندهنوها بشكل دائري. بهذه الطريقه كما كتشوفوا. من بعد كنطفيو على السمك وكنضيفوه من الفوق هو البصله على لاطارت. كنفرشوا لك الشيء على البيتزا كلها او العجين كامله. كنضيفوا الشامبينيو هو الاول من فوق. من بعد كنضيفوا الفلفله ملونه. كنضيفوا موتزاريلا، الجبن موتزاريلا من فوق، وكنحطوا الزعتر. هذا هو الشكل ديال البيتزا اخوتي كيف ما كتشوفوا حاليا. الفران راه سخن كيف ما كتشوفوا. غادي نخشيوها الفران ان شاء الله بسم الله. كيف ما كتشوفوا اخوتي هاد البيتزا هي الفران راه سخون، ونصبروا عليها واحد شويه وبالصحة والعافية خوتي الزوينين. من بعد ما وجدنا البيتزا ديالنا، ها هي دابا كيف ما كتشوفوها دابا حاليا ها هي جاهزة للأكل. بغيت نشاركها معكم، كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. من بعد ساعة أو ساعة ونص من بعد هذه الوجبة إن شاء الله غادي نهبطو نترينيو في خاد، وغادي نصور لكم فيديو ديال الخاد إن شاء الله الرحمن الرحيم.